مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية: تعزيز تنافسية الفلاحة الإفريقية قناعة تلتزم بها المملكة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الفلاحي المستدام بالقارة السمراء. قطاع الحوامض بالمغرب ركيزة أساسية من بين ركائز الجيل الأخضر، رهان تطوير القطاع يتوقف على مدى تجاوز المعيقات المناخية ومواكبة التكنولوجيا الزراعية الجديدة. التطبيب الذاتي يشكل خطورة على الصحة في ظل عدم التقيد بالوصفات الطبية، سلوك له آثار وخيمة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. العطلة المدرسية تنعش القطاع السياحي بالعديد من مناطق المملكة، الوجهات الجبلية تشكل أحد مناطق الاستقطاب في هذه الفترة من السنة خاصة بعد التساقطات الثلجية الأخيرة. أهلا بكم. الأمن الغذائي بإفريقيا من بين انشغالات المملكة المغربية في علاقاتها مع عمقها الإفريقي، التزام موصول لدعم الفلاحة المستدامة بالقارة السمراء في ظل التحديات المناخية التي تواجهها معظم بلدان إفريقيا خاصة دول الساحل جنوب الصحراء. هذا الاهتمام الكبير يلقى صدى واسعا لدى ليس فقط على المستوى القاري بل على مستوى منظمات الأمم المتحدة، حيث تم مؤخرا تجديد ولاية المغرب في مكتب مجلس برنامج الغذاء العالمي للمرة الثالثة على التوالي كمنسق للمجموعة الإفريقية، وقد تمت الموافقة على إعادة الانتخاب بإجماع الدول الإفريقية، مما يعد شهادة على الثقة الموضوعة في المغرب. وكان سفير المملكة بروما قد دعا إلى تعاون ثلاثي الأطراف بين المغرب إفريقيا وأوروبا من أجل فلاحة مستدامة تستند على أحدث التكنولوجيا الرقمية وجعل الفلاحة المستدامة محركا للتنمية الاقتصادية من أجل ضمان السلامة الغذائية في إفريقيا. وتعزيز تنافسية الفلاحة الإفريقية قناعة تلتزم بها المملكة من خلال تقاسم تجربتها وخبرتها مع دول القارة، وتساهم بالتالي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الفلاحي المستدام لفائدة الفلاحين المحليين، وذلك من خلال مبادرات التعاون جنوب جنوب، مقاربة تحمل دلالات قوية وتعكس الارتباط القوي للمملكة مع القارة الإفريقية. عبد الحميد جبران. الأمن الغذائي أولوية ورهان أساسي لكل بلدان العالم في سياق دولي متقلب سياسيا أمنيا واقتصاديا، سياق تسعى فيه كل الدول لضمان سيادتها الغذائية للحاضر والمستقبل، وهو الرهان الذي جعله جلالة الملك محمد السادس نصره الله أولوية لكل البرامج والاستراتيجيات الفلاحية الوطنية. تم تسطير الهدف بوضوح: تحقيق الاكتفاء الوطني من المواد الزراعية والغذائية الأساسية. سياسة ديال الفلاحة اللي كيف كانت المخطط المغرب الأخضر ولا الاستراتيجية الجديدة تعليمات صاحب جلالة بجبيهم كيمشيو في اتجاه ديال ضمان الأمن الغذائي للمواطن المغربي. هذا الأمن الغذائي راه كيتجلى ماشي غير في حاجة واحدة، كيتجلى في كل شيء، لا في الحبوب ولا في الحيوانات ولا في الخضر والفواكه ولا في الأشجار المثمرة، ما يتعلق كله بالأمن الغذائي. الرؤية الملكية لضمان الأمن الغذائي للمغاربة جعلت من تطوير الفلاحة الوطنية محورها الأساسي، فكانت البداية بإطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، مخطط مكن من تعبئة استثمارات تفوق 100 مليار درهم خلال 10 سنوات، منها 40% من استثمارات الدولة و60% من الاستثمارات الخاصة، وهي الاستثمارات التي همت تطوير وعصرنة مختلف سلاسل الإنتاج والرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني، مجهودات خولت للفلاحة الوطنية تحقيق اكتفاء ذاتي يتراوح بين 50% و100% في مختلف سلاسل الإنتاج، مكتسبات أراد المغرب تكريسها وتطويرها من خلال إطلاق جلالة الملك لاستراتيجية فلاحية جديدة حملت اسم الجيل الأخضر للفترة 2020-2030.
استراتيجية جعلت من تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين وعصرنة الإنتاج هدفا لها. الأمن الغذائي في إفريقيا هو من بين التحديات الكبرى لدى إفريقيا خلال هذه العشرية اللي كنعيشوها الآن. لماذا؟ لأن إفريقيا خلال السنوات الماضية تحقق نسب النمو اللي هي مهمة جدا. يكفي أننا نقول مثلا إفريقيا الوسطى أو إفريقيا الشرقية تحقق ما بين 3-4 إلى 5%، لكن هذا النمو لا ينعكس على المواطنين. لماذا؟ لأن تستورد كثير من الحاجيات ديالها من الحبوب من الأرز من الذرة من الخارج، وبالتالي فإن ميزانية التجارة تأثر بشكل كبير، وبالتالي فإن الأمن الغذائي اللي غادي في المغرب انك تساعد الدول الافريقيه في الاتجاه هذا هو اللي خاص يمشي في الدول الافريقيه خلال السنوات القليله المقبله. بنفس الرغبه والطموح امتدت الرؤيه الملكيه الخاصه بالامن الغذائي لتشمل سائر بلدان القاره الافريقيه، فوضع المغرب تجاربه رهن اشاره اشقائه الافارقه وقدم لهم المساعدات الفلاحيه، كان اخرها هبه لدوله الغابون قوامها 2000 طن من الاسمده لفائدة الفلاحين بهذا البلد الصديق. أشرف على تسليمها جلالة الملك بالعاصمة ليبروفيل. نشكر المملكة المغربية على هذه المواد من الأسمدة والمهمة لفائدة صغار الفلاحين بالغابون، وكما تعلمون فإن الغابون منخرط في برنامج للاكتفاء الذاتي من حاجياته الغذائية وأيضا للتقليل من وارداته الغذائية، ومن المهم أن تتجسد مرة أخرى العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون، وتأتي هذه المرة للتخفيف على صغار الفلاحين. أهمية كبيرة يوليها المغرب بقيادة ملكية سامية لضمان الأمن الغذائي للمملكة وللقارة الإفريقية ككل، قارة لها كل المقومات ليس فقط لتحقيق استقلالها الغذائي بل لتكون سلة غذاء كل العالم. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مدينة طنجة رشيد ساري المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المتوسطي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم أستاذ. للمرة الثالثة يتم انتخاب المغرب في مكتب مجلس برنامج الغذاء العالمي كمنسق للمجموعة الإفريقية، ما هي رمزية ودلالات منح المغرب ولاية جديدة داخل هذه الهيئة الأممية؟ مساء الخير أستاذة نادية. لن أقول بأنه الأمر عادي أو عادي جدا، ولكن أظن اليوم ما ركمه المغرب من مجموعة من يعني الرهانات وكذلك مجموعة من الإنجازات سواء على المستوى المحلي حينما نتحدث عن مخطط المغرب الأخضر، واليوم نتحدث عن الجيل الأخضر، كما أنه المغرب يعني ما يمتلكه من تقنيات، ما يمتلكه كذلك من معارف، وما يمتلكه كذلك من يعني كفاءات في المجال الصناعي يؤهله لكي يكون هو المنسق أولا. ثانيا وأنه المغرب يعني لاحظنا كيف أن الهم الأساسي هو يعني خدمة إفريقيا وضمان أمنها الغذائي، وهذا لاحظناه من خلال مجموعة من البرامج. يعني البرنامج الأول لاحظنا كيف أنه يعني هناك منصات يعني صناعية في مجال الأسمدة وكذلك المخصبات الفلاحية في كل من نيجيريا وكذلك إثيوبيا بمبلغ 4 مليار دولار، كذلك يعني غانا بمليار و300 مليون دولار. إضافة إلى هذه البرامج يعني داخل القارة الإفريقية مكنت دول مثلا كنيجيريا من رفع من إنتاجها من الذرة ب 48%. نلاحظ أن كذلك السنغال يعني ارتفعت يعني المنتوجات من الدخن بأكثر من 60%. إضافة إلى هذه البرامج يعني أنه البرامج التي يسعر عليها المغرب من خلال صناعة الأسمدة والمخصبات الفلاحية مكنت مثلا إثيوبيا من ادخار أكثر من مليار دولار مما كانت تستورده. المغرب اليوم كذلك، وهذا يجب التأكيد عليه، نلاحظ بأنه يعني إصلاح التربة لأكثر من 50 مليون هكتار، أقول يعني ليست 85 هكتار ولكن أكثر من 50 مليون هكتار قام المغرب بإصلاح التربة داخل المربع الإفريقي. لا ننسى كذلك بأنه المغرب يعني يساند مجموعة من الفلاحين في 35 دولة، يعني أكثر من 44 مليون فلاح ومزارع إفريقي يساندهم المغرب من خلال
يتم بالأسمدة. إذن المغرب بصراحة هذا يعني هذا المنصب الذي يحتله اليوم أو الذي يعني يعني كمنسق للمجموعة الإفريقية أظن يدخل في إطار العادي، لأنه يعني مجموعة من المجهودات ركمها المغرب، مجموعة من المجهودات يقوم بها المغرب لصالح دول كبيرة. نعم. يعني أكثر من 12 دولة إفريقية المغرب يمدها بالمساعدة من أجل ضمان أمنها الغذائي. أستاذ ساري، التزام المغرب بدعم الفلاحة يكتسي صورا عدة، من بينها توفير الأسمدة، تأطير المزارعين الأفارقة لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الفلاحة بالقارة السمراء. أين يتجسد هذا الدعم الموصول لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية خاصة في بلدان الساحل جنوب الصحراء؟ شكرا أستاذ نادي على هذا السؤال الوجيه. وبداية اسمح لي، هناك تنويه للمكتب الشريف للفوسفات، لأنه هناك عمل جبار يقوم به من خلال يعني إنتاج مجموعة من الأسمدة التي سوف تفيد إفريقيا، مجموعة من الدول كما قلت يعني ارتفعت من الإنتاجية لديها بشكل كبير بفضل هذه الأسمدة. المغرب كذلك من أجل يعني نظر لهذه التقلبات المناخية التي أصابت مجموعة من الدول اعتمد مجموعة من التقنيات، وهذا يجب التأكيد عليه، مجموعة من التقنيات من خلال يعني التنقيط، من خلال مجال الرقمنة، من خلال البرمجة يعني البرمجة في المجال الفلاحي وكذلك الزراعي. المغرب اليوم يعني أنه ممكن أنه سوف يساهم كذلك في تحلية مياه البحر لمجموعة من الدول. لا ننسى بأنه المغرب أخذ على عاتقه أنه تبني يعني اقتصاد أخضر، ولذلك نلاحظ أن هناك مجموعة من الزراعات الخضراء التي لا تعتمد على الطاقات الأحفورية وتعتمد على الطاقات المتجددة. اليوم يعني ما يقدمه المغرب لإفريقيا سوف يساهم خاصة في هذه التقلبات على المستوى الجيوسياسي وكذلك على المستوى المناخي، سوف يمكن مجموعة من الدول من أجل أنها تضمن أمنها الغذائي من جهة. نعم. وثانيا يعني الفاتورة التي كانت يعني تكبدها مجموعة من الأموال أصبحت اليوم يعني تختصرها، لأنه مثلا كما قلت إثيوبيا اليوم استطاعت أن تقتصد مليار دولار نتيجة أنها يعني تعتمد على الأسمدة. نعم. المغربية. المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية رشيد ساري، شكرا لكم على هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة من طنجة. التغيرات المناخية، قلة التساقطات المطرية وتقلبات السوق العالمية، عوامل أثرت بشكل كبير على سلسلة إنتاج الحوامض على الصعيد الوطني، وهو ما ساهم في تراجع الإنتاج. عن هذا الجانب نتابع ريبورتاج فرح سعف، رشيد العتابي وعبد إله الشيب. الحوامض واحد من القطاعات الفلاحية التي تأثرت كثيرا بالتغيرات المناخية وعمقت أزمتها تقلبات السوق العالمية، عوامل ساهمت في تراجع المحاصيل وانخفاض الإنتاج إلى مستويات قياسية. طاح الإنتاج عام الأول، طاحت النوارة، جانا الشرقي، جانا شوية الشتاء، ومن بعد دخل الشرقي طاحت النوارة، ما عندناش الإنتاج وما عندك ما تدير، واخا تقوي الدواء وهذا ما عندك ما تدير. إذن حنا زعما هاد الشيء زعما ضرنا بزاف، ونطلبوا الله باش هاد العام زعما ربي يعاود لنا شويه تحت الشتا فوقتها وغادي نداوي. وكما الفلاح ديما كينوي كيقول غدا غادي يكون احسن. وضعيه ديال القطاع ديال الحوامض هي وضعيه عامه داخله وسط وضعيه ديال القطاع الفلاحي في المغرب، اللي هو تاثر سلبيا بهاد يعني التغيرات المناخيه اللي هي معروفه، قله المياه، وكذلك تأثر بتداعيات كورونا والسياق الدولي اللي جعل بأن المدخلات يعني طلع الثمن ديالها بواحد الطريقة اللي هي صعيبة بزاف، ومن الصعب أن الفلاح يتماشى معها بنفس الطريقة اللي كانت يتماشى معها ويتعامل معها بنفس الطريقة اللي كانت يتعامل معها واحد 3 سنين 4 سنين هذه. الجهة الشرقية التي تعد الثالثة من حيث إنتاج الكليمونتين على الصعيد الوطني سجل منتجوها انخفاضا غير مسبوق في الإنتاج نهز 70% في العديد من الضيعات. هذا العام هذا عندنا واحد النقص في الإنتاج حاد لدرجة 70% ديال النقصان على العوامات اللي قبل، نظرا للجفاف وندرة المياه
وهذا المشكل هذا ديال الماء اللي ما كانش تسبب لنا في خسائر. دونك عندنا واحد 50 قطار كاع يبست. هذا العام عندنا واحد النقصان المنطقه ديال البركان اللي كانت تصدر واحد 60000 65000، هذا العام غادي دير واحد 20000 ولا 25000 ديال كلمانتين بركان. والجوده ناقصه بزاف، لان كما تعرفوا منين كيكون الجفاف ما كيكونش الماء، كتكون كيكون المنتوج رقيق وما معاونش. وسجل إنتاج الحوامض خلال الموسم الفلاحي الماضي ما يناهز 2,560,000 طن وسط توقعات بإنتاج أقل هذه السنة بالنظر إلى الإجهاد المائي الذي تعاني منه العديد من المناطق الفلاحية وتوجه الفلاحين نحو زراعات أخرى لا تتطلب كميات كبيرة من الماء. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نتوقف عند ظاهرة العنف ضد النساء، إشكالية كبيرة في المجتمع المغربي ويتخذ أشكالا متعددة. رغم صدور قانون محاربة العنف ضد النساء إلا أن الظاهرة ما زالت مستفحلة. فيدرالية رابطة حقوق المرأة بجهة مراكش أسفي واحدة من الجمعيات التي تعمل على استقبال النساء ضحايا العنف للاستماع لهن ومؤازرتهن في محنتهن. أمين علام والمعتصم بالله البعزاوي وحسناء مساوي. هي ثاني زيارة لها لمقر فيدرالية رابطة حقوق النساء بجهة مراكش آسفي، مثقلة بمعاناة مريرة مع زوج مدمن يذيقها صباح مساء أصناف السب والشتم لأتفه الأسباب. تبحث حفيظة هنا بهذه الجمعية عن الأذن الصاغية لمأساتها والسند في محنتها لمساعدتها على التخلص من كابوس العنف الذي تعيشه هي وأطفالها الخمسة. أنا تزوجت بجوج ديالي في 2005. هذا السيد ديما هو فمو خايب، معمر فمو كان زين، وأنا تنصبر. دابا أنا ما بقيتش تنطيق فيه، ولادي تيسمعوه تيغوت هكا تيسب فيا، ولا ولادي تيخافوا خايفين منه عايشين في الرعب. أنا بغيت تنطلب الطلاق، أنا تنطلب هذا السيد نطلق منه كما تزوجت به على سنة الله ورسوله، نطلق منه على سنة الله ورسوله، حيت أنا ما بقيتش قديت نعيش معاه. فيدرالية رابطة حقوق النساء، مرحبا لاله، أشنو المشكلة عندك؟ قصة حفيظة هي قصة عشرات النساء اللواتي يعانين في صمت من جراء العنف ببيت الزوجية. خالية الاستماع بهذه الجمعية فضاء لتقاسم معاناة النساء ضحايا العنف ومساعدتهن على البوح أولا قبل سلك المساطر القانونية لاسترجاع كرامتهن التي استبيحت في عش الزوجية الذي كان من المفروض أن يوفر لهن الحماية. الدور ديالي هو مستمع للنساء المعنفات، يعني النساء اللي كيتعرضوا للعنف من طرف الازواج ديالهم، كنديروا حنا المواكبه، كنعطيوهم الاجراءات الاستشاره القانونيه باش يمشيو يديروا الاجراءات القانونيه ديالهم في المحكمه. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما داروا الاجراءات كنوجهوهم كنديروا لهم التوجيه. تعمل الرابطة على واجهتين، مؤازرة النساء ضحايا العنف والمساهمة في التوعية والتحسيس في صفوف الشباب كمبدأ تؤمن بنجاعته للحد من هذه الظاهرة. كيسهر المكتب الفيدرالي على ضرورة التوعية والتحسيس، هي تقريبا كنبداوها ماشي مناسباتية ولكن كنبداوها مع بداية المواسم الدراسية والمواسم الجامعية. المواسم الدراسية دائما كيكون المستفيدات والمستفيدين في المستوى الثانوي التأهيلي، كنحاولوا نعرفهم بقانون العنف 1303. دخل صدور قانون محاربة العنف ضد النساء سنته الخامسة وما زالت الظاهرة مستفحلة، ما يستدعي المزيد من تضافر الجهود من مقاربات مختلفة تضمن للنساء حقوقهن وكرامتهن الإنسانية. تعد دار الأمومة بإقليم ورزازات من بين المؤسسات الاجتماعية الفاعلة في مسار النهوض بأوضاع النساء في العالم القروي، وتسهر المؤسسات الاجتماعية على تقديم الخدمات الصحية للقرب لفائدة الأمهات الحوامل المنحدرات من المناطق الجبلية والقرى النائية. من بين هذه المشاريع دار الأمومة أغرم نقدال. ريبورتاج ياسر عمراني، حمزة السايح وحسناء مساوي. ليلى اقتربت من موعد وضع مولودها الثاني، هي الآن في زيارتها الثالثة لدار الأمومة إغرم نقدال. بدار الأمومة هذه تستفيد النساء الحوامل القرويات من فحص طبي ومواكبة صحية طوال فترة الحمل، إلى جانب التكفل بهن عند الوضع. وحدنا وبين الحمد لله مزيان، وكنشكرهم
بجزيلة الشكر الحمد لله كل شيء موجود كل شيء كاين الحمد لله وفرونينا في السبيطار كل شيء وتبعت المواعيد ديالي كل الحمد لله كيوصوني على الفاني ديال فقر الدم الحمد لله كل شيء كيعطيو لينا هنايا وكيوصونا على المواعيد نكونوا مضبطين على المواعيد كنتبع مع الزوجه ديالي هنا في غير منو كدال في هذه المصلحه ديال دار الامومه والحمد لله مصلحه مزيانه لينا قريبه لينا قربات علينا وسهلات لنا الماموريه كنديروا معاهم ارشادات صحيه هنايا وتا الحمد لله كل شيء ولا قرب إلا كانت السيدة بعيدة كنجيبوها هنايا قبل لاداتي ديالها والحمد لله كيتعاونوا معنا وكيشدوا لنا الزوجة ديالنا حتى كتولد بخير وعلى خير. اجتماع صباحي بدار الأمومة إغرم نقدال، تتبع دقيق للملفات الطبية للنسوة اللواتي يترددن على دار الأمومة هذه المؤسسة الصحية التي قلصت بشكل كبير من المشاكل الصحية التي تواجهها النساء الحوامل في فترة الحمل وعند الوضع. عندنا إعداد النساء الحوامل نفسيا تسهيل هاد النساء وتواصلهم مع مهني الصحة توفير الإيواء بالنسبة للمرأة الحامل خاصة في الأيام الأخيرة للوضع وتوجيههن نحو المصالح الصحية لإجراء الفحص والخاص بالمرأة الحامل كما أن دار أمومة تعتبر واحد الفضاء اللي تتنظم فيه حصص تحسيسية لفائدة النزيلات في مجال الصحة الإنجابية والتربية الغذائية وكذلك القواعد الصحية وتشجعوا الحوامل على الوضع في وسط مراقب طبيا. وتشرف على تسيير دار الأمومة جمعية الأطلس الكبير لدار الأمومة التي تعمل على تقريب الخدمات الصحية من الأمهات الحوامل القاطنات بالعالم القروي والحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة. خصنا نوعيو الناس باش يجيو لدار الأمومة وفي الأول ما عارفين شي أشنا هي دار الأمومة ولكن طلع مشينا لعندهم تنديروا معهم الاجتماعات قبل سميتو عاود دابا كاع عندنا الوسيطات في الدواور في هاد العام درنا كاينين الوسيطات عاونونا مزيان هادوك تيعيو لينا العيالات وحنا إلا كان شي عكس تنطلع حتى أنا للدوار تنوعي العيالات حيت خصنا نوعيو العيالات ونوعيو حتى الرجال حيت بعض المرات المرة تتبغي تجي راجلها ما تيبغيش ولا العائلة ديالها ما تتبغيش. ويروم برنامج تعزيز تتبع صحة الأم والطفل المندرج في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطني للتنمية البشرية بإقليم ورزازات إلى دعم برامج وزارة الصحة الموجهة لتحسين مؤشرات المرتبطة بصحة الأم والطفل لا سيما بالعالم القروي ويتعلق الأمر بتعزيز دور مؤسسات دور الأمومة كآلية لتسهيل ولوج النساء إلى الخدمات الصحية الموجهة لصحة الأم والطفل بالوسط القروي وكذا تعزيز برامج التوعية والتحسيس. المرأة المغربية حاضرة بقوة في صفوف الدرك الملكي، نساء بصمنا على مسار متميز في مختلف المسارات الطبية من بينها مجال الأبحاث والتحاليل الطبية كما هو الحال بالنسبة للدكتورة الرائد صوفيا الكحلاوية. بورتري أعده عبد الحميد دجبران بكاميرا مهدي شطيبي. تكوينها وشغفها بمجال الطب البيولوجي ثم إعجابها بأسلاك الدرك الملكي عوامل قادت الدكتورة الرائد صوفيا الكحولي للالتحاق بمختبر الأبحاث والتحليلات الطبية التابع لقيادة الدرك الملكي. منذ أعوام تدير الرائد صوفيا مختبرين داخل هذه المؤسسة حيث تشرف على مسار إنجاز التحليلات الطبية من طرف طاقم شاب، أما نجاحها في هذه المهمة فلم يكن محض صدفة. تخرجت من المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية وكلية الطب والصيدلة بالرباط. تلقيت العديد من التكوينات والتدريب في مجال البيولوجيا الطبية، الشيء اللي مكنني من الالتحاق بمختبر الأبحاث والتحاليل الطبية لأخوية الدرك الملكي بالرباط كمسؤولة عن مختبرين، مختبر علم الطفيليات الطبية ومختبر البروتينات. تميز الرائد صوفيا مهنياً ساهم في تطوير خدمات هذا المختبر التي يستفيد منها أفراد الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية وأسرهم، وبفضل الخبرات التي راكمها المختبر والقدرات البشرية واللوجستية التي يتوفر عليها تمكن من تعميم خدماته لتشمل كافة المواطنين
الراغبين في القيام بتحليلات طبية. في تخصص لا يقبل التهاون أو الخطأ، فرضت الدكتورة الرائد صوفيا الكحولي نفسها كواحدة من الأطر الكفأة لمختبر الأبحاث والتحليلات الطبية للدرك الملكي، مسار تسعى لتطويره مستقبلا بمزيد من التجارب والنجاحات. في موضوع آخر، استهلاك الأدوية بدون وصفة طبية وبشكل عشوائي لا ينضبط، والمعايير التي من شأن الطبيب وحده مراعاتها حسب الحالة المرضية والجرعات المسموح بها لتفادي الأضرار الجانبية والمضاعفات الخطيرة التي لا يفكر فيها غالبية المواطنين. ريبورتاج فنى شاكر العلوي، عبد العلي قنوني، ونوردين الوبني. تناول الأدوية بدون وصفة طبية وبشكل عشوائي دون استشارة الطبيب قد يعرض المريض إلى مخاطر جسيمة والدخول في متاهة أمراض مستعصية العلاج، كما قد يتسبب فيما هو أخطر وهي سلوكيات باتت عادية داخل المجتمع، حيث يتم اقتناء العديد من الأدوية أو استهلاك أدوية متبقية بالمنزل من علاجات سابقة، وكذا الاعتماد على وصفات تغزو العالم الافتراضي دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة مرضية على حدة، وهي أمور يقرها المواطن ويجد لها أسبابا وأعذار. عندي الدواء من الزنكة مثلا ديال حريق ديال الكاش ولا ديال الرواح ولا ديال هادي ولا هادي، ملي كتشوف راسك بعض الساعات مخنوق ولا مريض ولا شي حاجة، كتشوف هذاك الدواء كتقول أوه هذا أنا واخر عملته استعملته صدقني مزيان، كتقول أنا نستعمله، هو ديك الشيء خطير حتى هو. وبعض الأحيان يمكن تكون عندها أعراض جانبية بحال لابو مثلا ما كيكون حساس ولا شي حاجة بحال هكذا. اقتناء الأدوية بدون وصفة طبية أو استشارة الصيدلي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهو ما لا يفكر فيه العديد من الأشخاص، عواقب ترتبط بأبسط الأدوية المضادة للآلام والتي باتت تستعمل بشكل يومي، ناهيك عن مضادات الالتهاب والمضادات الحيوية التي أصبح هناك من يصفها لنفسه وللآخرين دون عناء التوجه إلى الطبيب أو سؤال المختص، مما يعرض هؤلاء إلى أخطار جمة. أدوية هي بعدها مواد كيميائية، وكيميائية عندها يعني كداوي واحد الجهة وكيمكن تضر في جهة أخرى، إذا الوحيد اللي خصو يتصرف هذه الأدوية اللي كيفرق بين الضرر والأعراض الجانبية هو الطبيب، إذا ما خصناش نستعملوها عشوائيا. فكم من دواء يمكن يخرج على الإنسان ويدخله في أمراض صعيبة. هذه الأدوية إذا خرجت على المسار ديال المثلث بين ما هو مصنع وموزع وصيدلي، فإذا احنا كنفقدوا المراقبة ديال الأدوية دي، لهذا كيسبب المشاكل الصحية الإنسان اللي كتقدر، خصوصا كان إنسان عنده مشاكل في يعني مشاكل في الشرايين، مشاكل في الكيلي، إذا منهم هاد المواد هذه، منهم المكملات الغذائية ومستحضرات التجميلية، ما نحطوش الحياة المواطنين في خطر، خصوصا أنهم كانوا وفيات كانوا أعراض جانبية وكان صحة الإنسان اللي انهارت وتثبت مشاكل للأبد. استهلاك الأدوية بدون الاستشارة الطبية واستعمال وصفات بناء على تجارب الآخرين وحتى استهلاك المكملات الغذائية بدون داع ودون الانضباط للجرعات المناسبة من الأمور التي يجب تجنبها نظرا للخطورة التي تلفها والآثار الجانبية الممكنة والتي يمكن أن تصل إلى حالات الغيبوبة والوفاة. لمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء الدكتور نور الدين بالحاج، أخصائي في طب الجهاز الهضمي. مرحبا بكم دكتور. أكيد أن التطبيب الذاتي من السلوكات المضرة للصحة، على اعتبار أن اقتناء الأدوية دون وصفة طبية قد يجلب مضاعفات خطيرة على مستعمليها، أين تتجلى هذه الخطورة؟ فعلا تناول أدوية بغير وصفة طبية وبكمية غير معقولة ولمدة زمنية طويلة وبدون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة. فالأدوية تدخل في خانة المواد الكيماوية وكذلك الأعشاب والمكملات الغذائية، وهنا كندوي وخاصة على الأدوية اللي خصها ما تتخاض إلا بوصفة طبية وتحت إشراف طبي. نعم. لأنه هناك
أدوية كثيرة جدا، ولعل أنه جميع أنواع الأدوية ابتداء من الأدوية المعروفة عند الناس واللي هي تستعمل بطريقة في بعض الأحيان عشوائية، مثلا الأدوية المسكنة للألم اللي كتحتوي على مادة الباراسيتامول اللي كتخاض بدون وصفة طبية، وحنا كنعرفوا على أنه ابتداء من 4 الجرامات في اليوم قد تؤدي إلى الوفاة، وحتى أخضع جرام واحد في جرعة واحدة قد يؤدي كذلك إلى مضاعفات خطيرة. ولذلك يجب أخذ الحيطة والحذر من أخذ جميع الأدوية، جميع الأدوية أقول بما فيها المضادات الحيوية ليزونتيبيوتيك كنعرفوا الألا لاموكسيسيلين، وكذلك بعض المضادات ديال الفطريات كالفليكونازول وكذلك المضادات ديال الالتهابات، المضادات ديال الالتهابات الغير الاسترويديه بحال مثلا الديكلوفيناك بحال ليبيبروفين بحال واحد العدد ديال دي كلاس ثيرابيوتيك كيقدروا يؤديوا الى مضاعفات، وخاصه مضاعفات على الكبد وعلى باقي الاعضاء النبيله الاخرى في الجسم. دكتور، هناك بعض الاعضاء كما ذكرتم في الجسم تتاثر اكثر من غيرها بالتسممات الناتجه عن الاستعمال العشوائي للادويه، هل يعد الجهاز الهضمي اكثر عرضه للخطوره؟ في بطبيعه الحال في مقدمه هذه الاعضاء الكبد، الكبد والمعده بالنسبه للجهاز الهضمي، وكذلك بعض الاعضاء الخضراء الاخرى النبيله كالدماغ وكالكلي الى اخره، ولكن الكبد عنده واحد الخاصيه لانه عضو مهم جدا كيقوم باكثر من 500 وظيفه الكبد، ومن بين الوظائف ديال الكبد هو كيخلص الجسم من السموم، وكيخلصه من المواد السامة، ولذلك يجب الحفاظ على هذا العضو النبيل من أخذ أي نوع من الدواء دون استشارة طبية، وكذلك الأعشاب، أعشاب أعشاب ثم أقول أعشاب لانه اصبحنا كنشوفوا على انه كتخاض بواحد الطريقه عشوائيه خطيره. دكتور، ما هي الارشادات الطبيه التي تودون توجيهها يعني اقول في هذا الاطار الارشادات الطبيه التي تودون توجيهها للمرضى في هذه الحاله؟ الارشادات بطبيعه الحال وهو ناخذ الدواء بالقدر الكافي بالكميه المعقوله وبالمده الزمنيه المعقوله كذلك وتحت اشراف طبي، وناخذوا الحذر عند الناس بطبيعه الحال اللي اكثر عرضه. شكون هما؟ هما الناس اللي مصابين بامراض ديال الكلي، وهنا غنوقفوا على واحد المرض اللي كان كثير هو المرض الفيروسي النوع السي، وهنا وزاره الصحه وكذلك الجمعية الوطنية لأمراض الجهاز الهضمي وبعض الجمعيات كذلك العاملة في مجال الوقاية والصحة داروا واحد الاتفاقية الحمد لله، وشنا مؤخرا خاصة في هذه السنة هذه على أنه كاين هذا البرد بدا كيتلاشى تقريبا نهائيا. الأمراض اللي جاية وهي الأمراض كذلك اللي كنشوفها في الدول المتقدمة، وهي الأمراض المتعلقة بالسمنة، بالسمنة لأنه كدير لنا المرض ديال الكبد الدهني، وكذلك تناول الأدوية، تناول الأدوية بدون استشارة طبية وتناول الأعشاب بواحد الطريقة عشوائية، هنا خصنا ننتبهوا، وعند كذلك الأشخاص المسنين ننتبهوا، وعند مرضى السكري لأنهم كيعاني وكذلك من هذا المرض كما قلت ديال المرض الكبدي الدهني. نعم دكتور نور الدين الحاج الأخصائي في طب الجهاز الهضمي، نكتفي بهذا القدر. دكتور نور الدين الحاج الأخصائي في طب الجهاز الهضمي، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشرة من الدار البيضاء. وتعزيز التعاون جنوب جنوب في المجال الطبي وتحديدا أمراض الجهاز التنفسي غاية المؤتمر الرابع لجمعية أطباء
الأمراض الصدرية بالقطاع الخاص بفاس. المؤتمر جمع أخصائيين تداولوا في المستجدات العلمية التي تخص علاج هذه الأمراض. زكية بلقاس وأحمد الفضيلي. ما يزيد عن 200 أخصائي في أمراض الجهاز التنفسي مغاربة وأجانب حضروا فعاليات هذا المؤتمر التي مكنت من تبادل المعلومات الطبية والاطلاع على أحدث العلاجات للتكفل بالمرضى. المشاركة في هذا المؤتمر أتاحت لنا توطيد العلاقات بين دول الجنوب عامة وبين المغرب ومختلف الدول الإفريقية. نحن في حاجة إلى العمل معا لتشخيص أفضل للأمراض الصدرية. أعتقد أنها بداية تعاون مثمر، ونطمح لتكون لدينا جمعية تضم الأطباء الأفارقة وأطباء من المغرب. نحن أفارقة ولدينا نفس الأمراض ونفس الواقع. سرطان الرئة، السل والربو والحساسية أمراض في نمو مضطرد في السنوات الأخيرة، والأرقام تفيد بأن 30% من مرضى العيادات الخارجية بالمغرب يعانون من أعراض تنفسية. وهذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على واقع هذه الأمراض وتشجيع على التكوين المستمر. التكوين الطبي المستمر كيكون بالنسبة لنا احنا هو من أهم الأهداف أو الهدف الرئيسي ديالنا، اللي بغينا باش دائما القطاع ولا البنومولوجي ديال الماروكين دائما تكون في المستوى الدولي. الجلسات العلمية للمؤتمر الرابع لجمعية أطباء الأمراض الصدرية بالقطاع الخاص عرفت تنظيم ورشات فتحت الباب أمام الأطباء في تخصصات مختلفة في الجهاز التنفسي لإثراء النقاش حول أنجع الوسائل لمكافحة هذه الأمراض وكذا الوقاية منها. الوجهة اللحظة، البحرين التي تحتضن أشغال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة مكافحة التعصب، ويشارك في هذه الأشغال وفد برلماني رأسه رئيس مجلس المستشارين النعماء ميارا الذي ألقى كلمة بالمناسبة، نتابع مقتطفا منها. ولقد انخرطت المملكة المغربية باعتبارها أحد الأعضاء المتأسسين لتحالف الحضارات للأمم المتحدة في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم المثلى الموحدة لانصهار مختلف مكونات هذا العالم. ومن مكون المغرب الأمازيغي الإسلامي الصحراوي والغنية بروافدها أيضا الأندلسية والإفريقية والعبرية والمتوسطية، ومن رغبة المملكة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتعايش والسلم والانفتاح. وقد أكد جلالة الملك رئيس لجنة القدس على ذلك من خلال رسالة موجهة إلى المشاركين في المنتدى العالمي لتحالف الحضارات، حيث قال: في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البشرية والتي تنكب فيها على التصدي للتغيرات المناخية ومحاربة الإرهاب، ونبذل قصارى الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والطاقي والغذائي ومن أجل التنمية بصفة عامة، ينبغي لنا أن نعود إلى ما هو جوهري وأساسي في هذا الشأن، ألا وهو العيش المشترك. فلا خير يرجى من إطلاق مشاريع كبرى إذا كنا لا نستطيع تجاوز هذه الحلقة الأولى على درب تحقيق العيش المشترك من أجل إنسانية واحدة تعيد وضع الكائن الإنساني في صلبها. بالأمس نظمت وكالة بيت مالي القدس الشريف في القدس ورشة تقنية خصصت لوضع الهيكل الخاص لخلية اليقظة والتنسيق والتتبع لحالات الطوارئ والمستعجلات في خطوة استباقية ترقبا للكثافة البشرية المضاعفة التي تشهدها المدينة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك. محسن قيس. بعد زيارة وفد مستشفيات القدس الشرقية للمغرب والحرص المشترك على استثمار هذه الزيارة على النحو الأمثل بما يخدم القدس وأهلها المرابطين، تأتي هذه الورشة التقنية استجابة لرات فرق الإسعاف المختلفة بالقدس والتنسيق العالي بينها مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.
ورشة العمل جهة استكمال لما اتفقنا عليه في المغرب من أجل إحداث خلية اليقظة والتنسيق من أجل حالة الطوارئ والمستعجلات في القدس. تم وضع النواة الأولى لتشكيل هذه الخلية وآليات عملها إن شاء الله. رسالتي إلى الإخوة الأشقاء في المغرب، نشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وكذلك بيت مال القدس الذي وفر لنا هذه الإمكانية وهذه الفرصة. هي مبادرة تندرج في سياق العمل الميداني الملموس الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، بهدف دعم المدينة المقدسة بمشاريع اجتماعية وتنموية ملموسة تهم جميع فئات المجتمع المقدسي من بينها القطاع الصحي الذي يحظى بالأولوية ضمن برامج الوكالة. لدي أنا شعور داخلي بالاطمئنان بأن وكالة بيت المال ستبقى في هذا الاتجاه وستقدم الكثير لمدينة القدس ولأهلها، ونحن يعني متطوعون وجنود من أجل كل هذه الأفكار التي يمكن أن تحافظ على هذه المدينة. طبعا هنا بيجي دور هاي اللجنة اللي نشكر المملكة المغربية على دعمها لهذا المجال لهذا المكان لهذا المجال في هذا المجال، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس اللي معطي للقدس أهمية كبرى وأهمية عظيمة. هون لا نستطيعش غير نقول كل الشكر للمملكة المغربية على هذا الجهد. الورشة تأتي أيضا للاستفادة من التجربة التي راكمتها المملكة في المجال الصحي ومن أجل وضع طريقة تقنية وعملية تكون قادرة على مواجهة الأحداث المقبلة والمتوقعة بالقدس على مستوى التنسيق والتتبع لحالات الطوارئ والمستعجلات. في الخبر الدولي، تواصل القوات الأوكرانية التصدي للهجمات الروسية على مدينة بخموت الاستراتيجية شرق البلاد، وذلك بعد 4 أيام من سيطرة مجموعة فاغنر الموالية لروسيا على الجزء الأكبر من بخموت. مريم العفير. بخموت المدينة الاستراتيجية الواقعة شرق أوكرانيا باتت شبه مهجورة وأصبحت موقعا لواحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها في هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام. هي اليوم ما تزال مسرحا للهجمات والاقتتال من أجل بسط السيطرة الروسية الكاملة عليها. معارك ضارية أودت بحسب المتحدث باسم القوات الأوكرانية بحياة أكثر من 220 شخصا من القوات الروسية، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل ما يصل إلى 210 من الجنود الأوكرانيين في الجزء الذي يمثل خط المواجهة الأوسع نطاقا في دونيتسك. وخلال الأيام الأربعة الماضية تمكنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة من السيطرة على معظم الجزء الشرقي من بخموت، حتى أصبح يمثل نهر بخموت كوسط المدينة خط المواجهة الحالي، بما أن أوكرانيا ما تزال تسيطر على الجانب الغربي للمدينة وتصر على أن قواتها تصد الهجمات الروسية. ويرى محللون أنه في حال نجحت روسيا في ضم بخموت بشكل كلي، فإن ذلك سيفتح الطريق أمامها للاستيلاء على المدن الرئيسية في سلوفيانسك وكراماتوريسك وصولا إلى دونيتسك بأكملها. أما من جهتها فتحضر كييف لهجوم مضاد أسمته هجوم الربيع بعد استلامها عددا من الأسلحة النوعية من أبرزها منظومة باتريوت الأمريكية. قررت كوريا الشمالية اتخاذ خطوات اعتبرتها عملية ومهمة قبل يوم واحد من بدء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ 5 سنوات. بيونغ يانغ اعتبرت هذه المناورات بمثابة تحضيرات لغزو أراضيها. ننتقل بكم اللحظة إلى إقليم إفران وتحديدا بمنطقة أرز غورو، وجهة مميزة تستقطب عددا هاما من الزوار من مختلف مناطق المملكة خاصة في هذه الفترة، فترة العطلة المدرسية. المنطقة اكتست حلة جميلة لاسيما مع التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها مؤخرا. ربورتاج سهام بوخليفي وأحمد الفضيلي. فسحة بمنطقة أرزغورو تمنح الزوار فرصة للاستمتاع بهدوء الطبيعة وخضرة المكان وقضاء أوقات ممتعة بعيدا عن ضغط العمل والدراسة. أنا هاد المنطقة كنجي لها على طول السنة وعلى الناس الطيبين اللي فيها، كيعجبني الحال
وكنجي هنا كنحيد ستريس وكنشوف الطبيعه والاشجار والهواء. تغلينا العطله ديال المدرسيه باش نجيو نشوفوا هذه المناطق الخلابه اللي كاينه في المنطقه ديال ازرو، وايضا باش نحاولوا نحيدوا شويه ديال الستريس، وحتى الدراري حتى هما باش يخرجوا من داك الجو ديال القرايه وداك الجو ديال الخدمه، وحنايا الجو ديال الخدمه، باش نتسولاجوا ونرجعوا ان شاء الله بواحد النفس جديد. وهذه البليصه ديال ازرو بلاصه زوينه، فيها المناظر القروده، الناس تبارك الله متفتحين، الناس الله يعمرها سلعه، الامن والامان، الطريق غزاله. على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة أزرو تقع منطقة أرزغورو، موقع طبيعي يجذب الزوار من مختلف مناطق المملكة، فضاء تتعدد فيه الأنشطة بالنسبة للكبار والصغار. حنا كمجموعة ديال المشي الغابوي كنجيبوا وليداتنا معنا، وبما أنها بداية العطلة المدرسية كنجيبهم باش يستمتعوا بالجو اللي كاين هنا، وباش يتعرفوا على الارض الغابوي ديال بلادهم. هنا متواجد بكثره شجره الارز، وفي نفس الوقت باش ينساو التعب ديال الدراسه. وصراحه هاد المناطق ديال الاطلس كنت نسمع عليهم غير في التلفازه، في الاخبار، برامج وثائقيه وداك الشيء، ودابا الحمد لله تحت لي الفرصه في هاد العطله باش نجي نزور هاد المنطقه، والحمد لله داكشي اللي كنا كنسمعوا عليها غير في الاخبار وداكشي زين، لقينا داكشي رائع وزوين، وتم الناس ديالها طيبين، وصراحه الاطباق ديالتهم تقليديه وزوينه وبثمن مناسب. رحلة استكشافية بهذا المزار الإيكولوجي تنطلق من الشجرة الشهيرة أرزغورو التي يفوق علوها 45 مترا، يوم لاستنشاق هواء نقي وممارسة أنشطة رياضية، والرحلة لن تكتمل دون تذوق أطباق المنطقة المحلية. بالعاصمة البلجيكية بروكسل كان لأفراد الجالية المغربية موعد مع تظاهرة فنية وثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث استمتع أفراد الجالية بالأغاني التي أداها فنانون مغاربة، وأيضا بعرض للزي التقليدي المغربي. خديجة زروال وعبد الرحيم فيلول. باللون الأسود والذهبي، فنانون ومصمم أزياء مغاربة يحتفلون باليوم العالمي للمرأة، ويحتفلون أيضا بالقفطان المغربي بالقلب العاصمة البلجيكية بروكسل. الجالية المغربية سواء القاطنة بالديار البلجيكية أو القادمة من باقي الدول الأوروبية حضرت هذه التظاهرة الفنية والثقافية، حيث استمتعت بالمقاطع الغنائية لعدد من الفنانين المغاربة. نحتفي باليوم العالمي للمرأة، وطبعا هذه مناسبة ديال وقوف إجلال واحترام للمرأة المغربية أينما كانت وأينما حلت. كنحتفلوا بعيد المرأة، وكنتمنى دائما المرأة في وخصوصا المرأة المغربية المكافحة المناضلة، كما كتشوفوا الحفل اللي الحمد لله طبعا مناسبة جميلة جدا أنني نكون مع المرأة المغربية اليوم، بالأخص الاحتفال بثمن مارس شيء يشرفني أنا كمرأة، واليوم بالأخص مشرف لكل مرأة مغربية، لأنه حفل للقفطان المغربي، القفطان المغربي اللي كنا احنا كنساء مغربيات كنفتخروا أننا نلبسوه. كالعادة القفطان المغربي شد إليه أنظار الحاضرين في الدورة السابعة من مهرجان القفطان الدولي الذي يجسد تشبث أفراد الجالية المغربية بكل ما هو مغربي، والاحتفال بالقفطان المغربي واحتفال بالمرأة المغربية المبدعة. اليوم احنا متواجدين هنايا في بروكسل، متواجدين مع الجاليه المغربيه باش نفرحوا معاهم وننشطوا معاهم بمناسبه عيد المراه اللي هو 8 مارس. وجبنا التصاميم ديالنا وجينا حضرنا معاهم في واحد ليفينمون اللي كانت رائعه رائعه رائعه. هاد المراه هذه اللي كتضحي بزاف وكتعطي بزاف لتربيه ولادها، ان يكون عندها واحد النهير واحد السهره اللي تنشط فيها وتفرح فيها وتشوف فيها الجديد ديال الزي واللباس المغربي وديال القفطانه تتكاس. بمناسبه عيد المراه كان الاحتفال يعني نسوي 100%، والحمد لله كان زعما واحد النجاح متميز، لحقاش كان حضور كبير ديال النساء المغربيات.
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كان فرصة لأفراد الجالية المغربية بالديار الأوروبية للاستمتاع بلحظات التواصل مع الوطن وثقافته الغنية والمتنوعة، واحتفاء بالهوية والذاكرة المغربية الضاربة في جذور التاريخ. دائما مع أجواء الاحتفال بثامن مارس، احتضنت مدينة مراكش حفلا على شرف النساء العاملات بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مناسبة للتنويه بالمجهودات التي تبذلها هؤلاء النساء وبما قدمنه من أعمال جليلة طيلة أزيد من عقدين في خدمة واحدة من أهم القضايا ألا وهي قضية التشغيل. سمية بالعياشي والمعتصم بالأل برساوي. عدد مهم من النساء يشغلن مناصب مهمة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ويلعبن أدوارا بارزة في تعزيز أدوارها، لا سيما في مجال ريادة الأعمال الذي تعتبره الوكالة استراتيجية مهمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والحد من عدم المساواة بين الجنسين. اليوم العالمي أو الدولي للمرأة، وأنا جيت نشارك النساء ديال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل في المغرب، تقريبا يعني عشرات النساء أكثر من 200، وهي بالمناسبة وكالة راه قربت المناصفة في العدد، واللي في الحقيقة نتاج واحد العملية اللي كانوا فيها مشاريع فكروا فيها ومبادرات لصالح النساء ولصالح التشغيل والوساطة. بالنسبة لاحتفالية هذه السنة، تم تخصيص فقرة جائزة التفوق للنساء الرائدات المتألقات لتضحياتهن ومجهوداتهن في إطار عمل الوكالة. نظمت الجمعية جائزة التفوق الخاصة بنساء الوكالة، وكان محورها ريادة الأعمال لإدماج الاقتصادي للنساء، والهدف منها هو تشجيع نساء الوكالة على البحث العلمي والأكاديمي في مجال التشغيل وإغناء رأس الوكالة في هذا المجال، وجعل هذه الأبحاث خدمة للبرامج المستقبلية للوكالة. هذا شرف كبير أن الجمعية ديالنا اليوم كتكرم النساء ديالها، وهذا ما كيدل إلا كان كيدل على الاعتراف بالمجهودات اللي كنقوموا بها في الوكالات ديالنا. وكنشكروا الجمعيه ديالنا انها فكرت في هذا النهار انها تشرفنا ودير لنا واحد الحفل اللي هو بهيج ويعطينا اون اوكازيون باش نتجمعوا بعد العناء اللي كيكون عندنا يومي في الوكالات ديالنا. بعيدا عن اجواء العمل المضني، عاشت نساء الوكاله لحظات تكريم وعرفان من شانها ضخ دماء جديده في حماسهن وتحفيزهن على مزيد من العطاء. نظرا للأهمية التي يكتسيها الأشخاص المسنون داخل المجتمع، تم بالرباط تكريم عدد من النساء المسنات المبدعات نزيلات المراكز الاجتماعية احتفاء باليوم العالمي للمرأة، منهن فنانات تشكيليات ومنهن صانعات تقليديات. عبد المجيد حلاوي وأمين الشرقاوي. هي الأم والجدة، هي المرأة التي تربت على يديها أجيال من الأبناء والأحفاد. تكريم النساء المسنات في عيد المرأة العالمي التفاتة تحظى بالكثير من التقدير، خاصة إذا تعلق الأمر بمبدعات نزيلات بالمراكز الاجتماعية للأشخاص المسنين. مبادرة إنسانية ذات دلالات عميقة تبرز نبل القيم المغربية في التضامن والتآزر. كنرسم اللوحات ديالي، كاين اللي عجب الناس عجبوهم، وكاين اللي كيجي كيشتري عندي اللوحة، وكاين اللي أجنبيين شراو بزاف اللوحات داوهم. كانت تي بيجو داكشي خالد، الخطار الجاية إن شاء الله غنجي ونجيب دي سوفينيغ منه. شنو هما لي بيجو كيفاش كتصوبيهم؟ بالحقيقة كنشكركم بزاف اللي عرضتوا علينا وجبتونا بحال وليداتكم، انا بحال امواتكم، والله يجازيكم بخير اوليدي، وشكرا شكرا شكرا. في عيد المرأة العالمي الف تحية وامتنان للنساء المسنات، فهن الذاكرة والخبرة والموعظة. وحنا ديما تنقولها هما والدينا وحنا وليداتهم، لهذا حنا ديك المرأة اصلا هما كاين الناس في المراكز ولكن كيحاولوا يديروا ما امكن من الهواجات ديالهم، وما كنحرمهمش هما من الفرحة والاحتفال بالمرأة. علاش لا؟ هما راه نساء، حتى هما راه تيحتفلوا، حتى هما يستاهلوا التكريم. كنشوفوا كاعتراف بالجميل اللي عطى الاشياء اللي عطاوها من قبل ومازالين كيعطوا، واخا دابا مساكن عياو وهذا مازال كيعاودوا على قصصهم، كنستافدوا منها، فهمتي النصيحة. من النساء المكرمات من بلغن 100 عام، لازلنا شعلة متوهجة من العطاء
وأكثر من ذلك شعلة من التفاؤل بالمستقبل. حزب الشورى والاستقلال يحتفي بدوره باليوم العالمي للمرأة من خلال تكريم مجموعة من الفعاليات النسائية من مختلف التخصصات والميادين واستحضار مسار تألق نساء المغرب وطموحاتهن. خديجة الجمالي وعبد الإله مزاحي. احتفال حزب الشورى والاستقلال باليوم العالمي للمرأة جاء بلغة التكريم والتقدير لكل نساء المغرب مع استحضار ما تحقق من مكتسبات ومنجزات جعلت المرأة المغربية تتبوأ مكانة هامة داخل المجتمع وتتطلع إلى المزيد من التميز. ينعقد هذا اللقاء في هذا اليوم لاحتفال المرأة المغربية. هذه المرأة التي قدمت الشيء الكثير وتستحق منا كل التنويه والإشادة على ما حققته ولا زالت تحققه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس عزه الله ونصره. فعاليات نسائية متعددة لكل بصمتها ومجال تألقها حظيت بالتكريم خلال هذا اللقاء، مسارات متميزة داخل وخارج المغرب. سعيدة أن أكون ضمن هذه التلة من السيدات الرائدات كل واحدة في مجالها، أن أكون ضمن هذه التلة من المكرمات. أشكر حزب الشورى والاستقلال على هذه البادرة الطيبة وهو تكريم مستحق لهؤلاء النساء. اليوم العالمي للمرأة محطة يؤكد خلالها حزب الشورى والاستقلال على أهمية دعم وتمكين نساء المغرب وتحفيزهن على المزيد من العطاء والتميز. حزبيا دائما نظمت التنسيقية الجهوية لحزب الأمل لقاء تواصليا بالجهة الشرقية. التفاصيل مع عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. اللقاء السياسي للتنسيقية الجهوية لحزب الأمل بجهة الشرق والذي تمحور حول الواقع السياسي بالمغرب شكل مناسبة للتواصل بين مختلف مكونات الحزب وتنظيماته بأقاليم الجهة مع الساكنة. جاءت هذه المبادرة لنساهم جميعا في تغيير المشهد السياسي وعلى الظرفية الحالية اللي كيعيشها المغرب في المجال السياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي. مداخلة الأمين العام للحزب أحاطت بحضوره وبتموقعه وبإسهاماته الواسعة في الدفاع عن قضايا الساكنة والتنمية المحلية والترافع كذلك عن القضايا الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. احنا في حزب الأمل جئنا لهذه الجهة باش نشجعوا الشباب باش يشارك في الحياة السياسية وشارك في الاقتصاد ديال المنطقة وتكون عنده وجود وحضور في جميع المحطات السياسية. وهذا الشيء الحمد لله احنا نعرفوا المنطقة ديال الشرق هي منطقة ديال الناس عمليين وناس كيبغوا يخدموا البلاد ويخدموا الوطن. وبخصوص مناقشة الواقع السياسي الوطني تم تأكيد كذلك على مسار اطلع به الحزب على امتداد 23 سنة لترسيخ تموقعه داخل المشهد السياسي الوطني. في الخبر الرياضي فازت البطلة المغربية صباح صقلي بلقب النسخة الثالثة للسباق الدولي النسوي في التي نظمت اليوم بمراكش في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذلك بمشاركة نساء مغربيات وأجنبيات من مختلف الأعمار. وشكل هذا السباق الدولي النسوي 100% فرصة سانحة للمشاركات لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والمآثر التاريخية للمدينة الحمراء. قائمة بالعشي والمعتصم بلال البعدسوي. في أجواء احتفالية بطابع عاصمة النخيل مراكش أعطيت الانطلاقة للدورة الثالثة لسباق لاكشواز بلغت المسافة 7 كيلومترات. المشاركة كانت مفتوحة في وجه عدد كبير من العداءات المحترفات والهويات ودار بساحة الكتبية والقزادرية داخل المدينة العتيقة بمراكش وشكل فرصة سانحة للمشاركات من نساء وشابات وفتيات لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والمآثر التاريخية لمدينة مراكش. هذا الحفل هو في حقيقة فكرة جات من
من الماراثون الدولي لمدينة مراكش، وأردنا أن نحتفل للمرة الثالثة بالمرأة، المرأة المغربية والمرأة على الصعيد العالمي. فهاد الحفل إن شاء الله غادي يبقى دائم مستمر، وغادي يبقى غادي كيكبر وتولي كرمز للاحتفال بالمرأة بمدينة مراكش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. التنافس من أجل فوز بلقبية الدورتي الثالثة كان قويا، وتمكنت العداء صباح سقلي صاحبة اللقب الإفريقي في الألعاب الجامعية من الفوز بالمرتبة الأولى. المرتبة الثانية لعادت لوفاق زيور من نادي الزمامرة، والمرتبة الثالثة عادت لفتيحة أسميد من نادي الصويرة. كعداء محترفة جيت اليوم باش نحتفل بالسباق النسوي، وكنشجع العيالات باش يجيو يلعبوا باش يجيو يجريو معنا اليوم. صراحة كانت منافسة قوية ما بين العداءات، وكنت من أنني نحتل من المرتبة الأولى بفضل التدريب ديالي مع المدرب عبد الغني أيس أبو أحمد. وفي الختام تم توزيع الجوائز والميداليات على البطلات الثلاث المتوجات بلقب النسخة الثالثة للسباق الدولي أكشواز. التظاهرة تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وشكلت فرصة لحث النساء على المشاركة بكثافة في الممارسة الرياضية. جميعا لرفع الحواجز على تعليم الفتيات شعار الدورة الثامنة لسباق غزالة ارحمنا الذي نظمه اليوم نادي أولمبيك بن غرير لألعاب القوى. السباق عرف مشاركة أزيد من 250 من نساء جهة مراكش أسفي. محمد بن تركا قائمة بالعشي وعمر جليدي. عرس رياضي بامتياز بمدينة بن غرير. هذا اليوم أعطيت انطلاقة سباق غزلات ارحمنا الذي أضحى موعدا سنويا للطفلة الشابة والمرأة الرحمانية. بعد توقف بسبب جائحة كورونا عاد السباق في دورته الثامنة، وبعد طابعه المحلي ارتأى هذه المرة إلى فتح الباب جهويا. وهاد السنه هذه بالضبط يعني افتتحنا على جهه مراكش السافي، وكيف شفتوا كانت مشاركه ديال ممثلات جميع اقاليم جهه مراكش السافي، والحمد لله يعني اكثر من 2500 مشاركه اللي كانت اليوم في الانطلاقه في هذا الحفل هذا اللي كيتنظم بمناسبه اليوم العالمي لحقوق المراه. وحنا ان شاء الله الطموح ديالنا اكبر، غادي يكون هذا السباق هذا غادي يكون وطني، ومن بعد ندوزو سباق دولي ان شاء الله. كثيرة هي الفئات العمرية التي لبت دعوة المشاركة، فحسب الاستطاعة البدنية هناك فئة كانت متحمسة ورفعت من إيقاع السباق، وهناك من اكتفت بالمشي والاستمتاع بمتعة الجري. التسمية جميلة اليوم لهذا التظاهرة وهي رحمنا دي غازيل، يعني غزالات رحمنا، جيت سعداء بها، يعني نوع من التكريم ونوع من الاحتفال بالمرأة الرحمانية. فرحانة بزاف مع لي كوليك ديالي، فرحانة بمدينتي لأن كنشوفها في واحد الحلة جديدة. شعار الدورة الثامنة لسباق غزلات ارحمنا جميعا من أجل محاربة الحواجز التي تقف أمام تعلم الفتاة. وهنا الفتاة الرحمانية ومن خلال الرياضة أظهرت عن قدراتها وإمكانيتها في تحقيق أفضل النتائج وبلوغ منصة التتويج. في الختام حفل توزيع الجوائز على مختلف الفائزات، وكانت الفائزة الحقيقية كل من شاركت وأنهت السباق حتى خط النهاية. الرياضة الدولية تأخذنا إلى بطولة إنديان ويلز الأمريكية في كرة المضرب. تمكن الإسباني كارلوس ألكاراث المصنف ثاني عالميا من التأهل إلى الدور الثاني للبطولة، ولدى السيدات التونسية أنس جابر تكسب أول نزال بإقصاء البولندية ماجدالينا فريش. ابتسام أدريس.
التونسية أنس جابر المصنفة الرابعة عالميا نجحت في تخطي عقبة البولندية ماغدالينا فريش والمرور نحو الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز للسيدات، إذ احتاجت إلى ساعة 1:43 دقيقة لتفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها 4-6 و6-4 و6-1. أنس جابر تضرب موعدا في الدور الثاني مع تشيكيا ماركيتا فوندروسوفا في مواجهة هي السادسة بين اللاعبتين، تسعى من خلالها أنس للثأر من هزيمة أستراليا المفتوحة في الدور الثاني والتي أفقدتها المركز الثاني في الترتيب العالمي. ولدى الرجال المصنف الثاني عالميا والمرشح الأول للقب الإسباني كارلوس ألكاراز الذي استهل مشواره في إنديان ويلز من الدور الثاني، تمكن من تسجيل انتصار أول على حساب الأسترالي تاناسي كوكيناكيس بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-3 و6-3 ليتأهل إلى الدور الثالث. وفي نزال أمريكي خالص تمكن حامل اللقب تايلور فريدز من التأهل بدوره إلى الدور الثالث بعد إقصائه لمواطنه بن تشيلتون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وفي التفاصيل 4-6 و6-4 و6-3. صور آخر النشرة تنقلنا إلى مدينة الصويرة التي ودعت النسخة الثانية رالي المغرب للفروسية، وتظاهر جمعت بين سباق رياضي ومتعة سياحية حيث عرف مشاركة مجموعة من الفرسان يمثلون عدة دول أجنبية بالإضافة إلى المغرب اكتشفوا المؤهلة السياحية التي تزخر بها المنطقة. خالد رغوت وعبد غني الطهراوي. النسخة الثالثة من رالي المغرب الفروسية عرفت هذه السنة مشاركة 18 فارسا وفارسة يمثلون عدة دول أجنبية، هذا بالإضافة إلى المغرب. تنافسوا في سباق منظم جمع بين المنافسة الرياضية والسياحة الطبيعية. درنا واحد إلى بغيتي تقول واحد المسابقة في نفس الوقت، هي جولة ومسابقة اللي كتخلي تكون مفتوحة لجميع الناس، يعني ماشي خاص الإنسان يكون عنده واحد نيفو باش يمكن له يجي، لا يمكن أي واحد يجي باش يمكن له يشارك معنا. وفهذا الشكل هذا كنقتنيو بزاف ديال الفرسان من الدول الخارجية ومن المغرب. مدار السباق مر عبر 4 مراحل وشمل مجموعة من المناطق السياحية المجاورة لمدينة الصويرة، حيث كان على المشاركين احترام مجموعة من القوانين المتعلقة بهذا السباق، وذلك بالاعتماد فقط على خريطة وبوصلة من أجل المرور عبر نقاط المراقبة. سباق en même temps راه فيه لورينتاسيون خصهم يحسبوا لا فيتيس باش خصهم يتمشاو وداكشي، ويجيو عندي الوقت اللي يعني واحد الوقت بريسي عاود نطلقهم انا وقت بريسي باش يمشيو عند الكونترول الاخر. المهم كل شيء داز مزيان. جميع المشاركين في هذا السباق أعجبوا بالمناظر الطبيعية الخلابة والسياحية لمدينة الصويرة وبالمغرب الذي يعد وجهة سياحية بالدرجة الأولى يجمع بين التنوع بين المؤهلات السياحية والطبيعية والثقافية. دازت مشاركة زوينة بزاف، المناظر كانوا واعرين بزاف، دزنا من البحر دزنا من الغابة دزنا من شي بلايص شوية صعب، ولكن كانوا الناس ديما مورانا باش كيردوا لينا الباريتو، دزنا من الويدان وكل شيء. المغرب أفيغيتي شفنا كل المغرب زوين بزاف. مجموعة من الهدايا التذكارية وزعت على المشاركين والمشاركات في ختام هذه التظاهرة الرياضية السياحية، قبل أن يضرب الجميع موعدا للالتقاء مجددا السنة القادمة مع نسخة جديدة في محطة سياحية أخرى من بلادنا السعيدة. نذكر ختاما بالعناوين: تعزيز تنافسية الفلاحة الإفريقية، قناعة تلتزم بها المملكة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الفلاحي المستدام بالقارة السمراء. قطاع الحوامض بالمغرب ركيزة أساسية من بين ركائز الجيل الأخضر، رهان تطوير القطاع يتوقف على مدى تجاوز المعيقات المناخية ومواكبة التكنولوجيا الزراعية الجديدة. التخريب الذاتي يشكل خطورة على الصحة في ظل عدم التقيد بالوصفات الطبية، سلوك له آثار وقيمة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
العطلة المدرسية تنعش القطاع السياحي بالعديد من مناطق المملكة. الوجهات الجبلية تشكل أحد مناطق الاستقطاب هذه الفترة من السنة، خاصة بعد التساقطات الثلجية الأخيرة. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.